السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا فيه شوية بساطة وسهولة، ولكن الخبرة الطهوية مع التغذية مطلوبة. إزاي أعمل البتنجان ويبقى الطبق ده فيه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم الصغير والكبير ومفيش أي مشكلة صحية؟ البتنجان هنعمله مسقعة النهاردة، ولكن بفكر المغازي إزاي ما أعمل مسقعة من غير ما أحمر البتنجان. هو ده الكلام، هي دي الشطارة، ونعمل له طشة وياخد الطعم وتبقى مسقعة البتنجان بتاعتك محدش بيعملها في العيلة غيرك وبس. معانا مكرونة سباكيت النهاردة هنعملها بالزبادي. كلنا عارفين الزبادي حاجة بتساعد على الهضم، لطيف وجميل، بيعالج مشاكل الحموضة والقولون، ولكن نعمل طبق مكرونة بزبادي وياخد شوية تومة مع شوية نعناع يابس أكيد الطعم لطيف، وده طبق المفضل على فكرة في وجبة العشاء. تعالوا مع بعض نشوف مع بعض سلطة الخيار. الخيار إن ممكن إحنا نخلي الخيار إن إحنا نعمل طبق سلطة الخيار مع الفتوش، ولكن نعمل سلطة الخيار بالتوم والنعناع، بما إن الخيار كمان مفيد وبيساعد على الهضم وقيمة غذائية عالية جدا وفوائده لا تعد ولا تحصى. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة النهاردة، والخبرة الطهوية بتلعب دور كبير جدا مع الماتيريال بتاعنا، ومش لازم إنك أنت يكون عندك حاجات كتيرة علشان تعملي سفرة، بالعكس الشطارة في إنك تعملي سفرتك تكون فيها العناصر الغذائية اللي بتناسب كل أفراد الأسرة. تعالوا مع بعض نعمل سلطة الخيار بمدرسة تانية خالص، نعملها بتوم وزيت زيتون، يبقى طبق مخلل على السفرة وفي نفس الوقت طبق سلطة بيساعد على الهضم، قيمته الغذائية عالية جدا، مفيد جدا. نشوف نعمله مع بعض ازاي. بقديره على الشاشة، انا بجرنش الطبق بس كده، معايا بصل اخضر، باخد الورق بتاع البصل الاخضر ده كده او العروق بتاعته. شفت الشقاوة بتاعت المطبخ؟ اه. كل حاجة لها فايدتها، كل حاجة لها لازمتها. اه. ده البصل الأخضر اللي عندك. تاخدي العروق بتاعته والجرنش ده كده. يا دلعك يا دلعك يا دلعك. خيار، ثوم، زيت زيتون، وملح وفلفل. ده سلطة الخيار اللي أنا هعملها دلوقتي. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. تقطيع الخيار نفسه لازم يكون فيه شوية ايه؟ خبرة طهوية. وانت بتغسلي الخيار يا ست الكل، الخيار بالذات والكوسة من الحاجات اللي عايزة عناية في الغسيل. يعني لازم يكون عندك الليفة اللي بتبقى ناحية ناعمة وناحية خشنة، بتكون في مطبخك دايما حطها في مية، عشان لما تيجي تغسلي الخيار ده بيبقى فيه رملة. هتقولي لي اقشره؟ انا مش ضد، انا ضد تقشير الخيار على فكره. ليه بقى؟ لان الخيار الخضار بتاعه ده هو ده اللي بيعالج مشاكل القولون والامساك واليوده وكل ده، فانا لما اشيل القشره الخيار مش هيبقى له طعم، سبحان الله. حتى البتنجان اللي انا عملته النهارده لو لاحظت طبق المسقعه السواد بتاع البتنجان جمال، سبحان الله، ولا ربنا خلقه بجماله وسواد، ابيض من جوه واسود من بره، قطعيه كده وحطيه في طبق سلطه. انا ضد تقشير البتنجان عموما خالص، القشره بتاعته مفيده جدا، على الاقل واخده الطاقه الشمسيه كلها والطاقه الايجابيه، فلما نحطها في الطبق بتاعنا هيدينا طاقه ايجابيه. هو دي البساطه. هناخد الخيار بتاعنا ده كده نقطعه. تعالوا نقطعه مع بعض ازاي. اه بالشكل ده كده، الطريقه نفسها علشان يبقى طبق السلطه ده مش موجود في المحلات اللي بتروحي تاكلي فيها. قطعيه بالطول كده، حلو، والسكينه بشكل عكسي. اه موضوع مختلف، سيبك من موضوع الشرايح ده بقى. اه الطريقه دي سريعه التخليل، الطريقه دي سريعه انك انت تاخد الفليفر والطعم اللي هتحطيه عليها. مش لازم ان انا بقى عشان اكل سلطه خيار احطها في التلاجة تقعد ساعتين ثلاثه او في برطمان خالص، بمجرد بحط عليه دلوقتي الخل وزيت الزيتون والليمون والثوم الخيار خد الطعم. اه اه طريقه سهله خالص، وفرصه وانا بقطع الخيار دلوقتي تتعلمي ازاي تمسكي السكينه، مهم جدا عشان ما تعوريش نفسك. اهو شفت انا بعمل ازاي؟ اهو تيجي كده. اه اه ونفس الطريقه. اه بشكل طولي كده. اه قشرته؟ لا بالعكس، ده الخضار بتاع القشره هو اللي مديلي الجمال والحلاوه. اه جالنا سؤال من الكنترول دلوقتي، قال لك ازاي نخلل الخيار. انا شخصيا احب نخلل الخيار في البيت والله العظيم. برطمان تشتريه من اي محل بتاع ادوات منزليه،
وتعقميه وتجيب الخيارة الناشفة مش الطرية دي، موجودة عند بتاع الخضار، خيارة ناشفة والصغيرة مش الكبيرة. طب ليه الناشفة مش الطرية؟ لأن الطرية لو أنت جيتي خللتيها هيبقى الخيار ماير ومش طعمه مش حلو، هيبقى كله ملح ومش لطيف. فتجيب الخيارة الناشفة في التخليل، حلو كده زي اللي معايا ده كده، حلو. وبعد كده زي ما هو كده الخيار محلول ملحي عبارة عن مية ملح خل. قد ايه يا شيف؟ الكوبايتين الميه او كوبايه الميه، خلينا نعمل عيار كوبايه ميه، بياخدوا معلقه خل ومعلقه ملح مع 5-6 فصوص ثوم. خدي بقى الحته اللي جايه، معاك شويه روزماري حلوين حطهم في قلبه، قرن فلفل حار حطهم في قلب البرطمان. المحلول جاهز عندك، بترص الخيار في البرطمان بشكل هندسي طولي وما تقطعوش، خليه سليم زي ما هو. وبعدين تحط عليه المحلول بتاعنا اللي هو عبارة عن تاني كوباية مية، اكتبي ورايا، معلقة خل، معلقة ملح، حلو الكلام. وتحطيهم فين؟ في قلب البرطمان مع شوية زيت صغيرين في الآخر خالص، وتقفلي البرطمان محكم، يعني تقفليه كويس جدا. ويفضل انك تحط عليه شاشة تحت الغطاء بتاعه عشان ما يخشلوش هوا ويعمل ريم، وتخليه لمدة أسبوع، هتاكلي أحلى خيار مخلل من إيدك. وكده أنت إيه؟ ما اشتريتيش الخيار المخلل، دول كفاية زي الفل. تعالوا مع بعض ناخد ورق النعناع بتاعنا ده كده، ده نعناع أخضر طازة، بتشيل العرق بتاعه لأن العرق فيه مرار، ربنا يكفينا شر المرار. خلي بالك لما تيجي تستخدم النعناع، إلا إذا كوباية شاي بتحط العرق النعناع زي ما هو، حلو، إنما النعناع هتقطعيه تحطيه في السلطه، تحطيه في الفتوش، تحطيه في التبوله، تحطيه في اكله لبن، تحطيه في سلطه الخيار، لازم تشيل العرق بتاعه. يبقى معاك النعناع كده زي الفل، باخده زي ما هو كده وبنزل بيه على الخيار. نعم يا غالي، حاضر. سلطه الخيار بالزبادي دي المعروفه عندنا بصراحه يعني، والرجاله بتحب تخش المطبخ تعملها. بيشبه مصيص، لانك انت ما بتحطش الخيار في مصفى وتحط عليه ملح. المفروض لما نبشر الخيار بنحطه في مصفاه وعليه شويه ملح ونسيبه شويه ينزل الميه بتاعته، بس انا ضد النظريه دي، لان ميه الخيار مفيده جدا. امر، حلو الكلام. طيب هنحط زيت زيتون. يعني انت لو انت بشرت الخيار وحطيته في المصفى بينزل كميه من السوائل بتاعته. طب ما هو السائل بتاع الخيار ده والميه بتاعت الخيار دي انا عايزها، طب اعمل ايه يا مغازي؟ الخيار يتقطع مكعبات يا ست الكل، ما يتبشرش، تقطع مكعبات صغيره، تقطيعه اسمها تقطيعه سمسم كده، حلوه زي الفل. وبعدين تقلبيه كويس مع الزبادي وتحطيه في الثلاجه وتاكليه، كل ما يقعد في الثلاجه كل ما يحلو. خلي بالك، انا بحب مع الخيار كده شويه كمون. حطيت زيت زيتون، تعال نحط بقى ايه، عصره ليمون. والتركيه اللي جايه بقى السماء بتاع الفتوش، التتبيله بتاعت الخيار دي تتبيله المغازي. معانا مين يا فندم؟ يا صهيب، ازيك؟ ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا، بسلم عليك وبحبك قوي، وكنت بتابعك بس ما بشوفش الاعاده، مش عارف هي الاعاده بتبقى الساعه كام يا شيف؟ احنا ميعادنا كل يوم الساعه 1 يا صهيب. طيب كل يوم الساعه 1 على القناه الاولى والفضائيه المصريه. انا عارف طريقه البيتزا يا شيف. طريقه البيتزا، حاضر. عينيا الاثنين، احلى بيتزا لاحلى شاب واحلى صهيب، حاضر. عينيا البيتزا، 3 كوبايات من الدقيق، ماده دهنيه يا اما زيت يا اما زبده يا اما سمنه، يفضل الزيت عشان تبقى العجينه طريه، وعلشان نحافظ على البيتزا يوم واثنين وثلاثه تقدري تسخنيها بتبقى بنفس القوام ونفس الجمال، حطي مع العجينه زبادي في سرك كده، وقوليها لاصحابك اللي في الشغل معاك، وقوليها لزمايلك اللي في الشغل معاك، وقوليها لجيرانك. الشيف المغازي بيقول لك يا اختي يا بنت عمي يا خالتي حطي كوب زبادي مع عجينه البيتزا. طب الفكره دي جايه منين؟ للامانه دي جايه من امهاتنا بتوع زمان، الناس الطيبه، القرص الطريه، تتعجن باللبن الرايب الزبادي، تقعد عندنا اسبوع، تقعد شهر، كانش لا في ثلاجه ولا في التكنولوجيا اللي احنا فيها، فاكرينها ولا نسيتوها؟ القرص الطريه لما تتعجن باللبن او بالزبادي تقعد سنه طريه عندك، وكنا ناخدها ونسافر بيها الناس اللي كانت تتغرب، دي احلى هديه ناخدها معانا. فجايه الفكره من هنا،
زبادي مع عجينه البيتزا، البيتزا هتبقى طريه عندك، تسخنها تاني يوم وتالت يوم تاكلي منها في التلاجه زي الفل. هناخد الخيار بتاعنا ده كده اهو، سقطه هنا اهو، ادي الخيار بتاعنا. الله، ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده. طبعا السلطه ده خطف الانظار بامانه، مش محتاج اهو زي الفل. عايز بقى نجود طماطم الشير الحلو طبق بدا يترسم اهو، لوحه فنيه. انا بحكم دايما على السفره بطبق السلطه اللي موجود عليها، حتى في مطعم طبق السلطه نضيف ومتجرنش تمام، والخس مغسول والخيار مغسول والجرجير مغسول، يبقى المطعم ده نضيف ناكل منه. طبق السلطه ملعبك ومش ظابط، يبقى الجواب بان من عنوانه يا مغازي. الله، زي الفل. عايز حاجه كمان يا شيفي؟ ايه رايك؟ تمام. حلقتنا النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه، ولكن حريص كل الحرص، وبحط في الاعتبار دايما لما بيطلب مني هتعمل ايه بكره يا شيف قدام عينيا كده، والله العظيم بكلمكم من قلبي، ازاي اعمل السفره بتاعتي تناسب الصغير والكبير، وتناسب كبار السن، وتناسب مشاكل الصحيه. لو جينا بصينا للاكل بتاعنا هتلاقوا فيه برضو شويه ايه هيلس كده، المكرونه بتاعتنا ما فيهاش دسامه، طبق السلطه ده لطيف وجميل، المسقعه مش متحمره في الزيت، ولكن السفره مصريه خليجيه فيها لطافه فيها جمال اهو زي الفل. قولوا معايا كده بصوت عالي، استحق ولا لا استحق؟ اكيد تستحق. رؤيه فن ابداع، شوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه باقل تكلفه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.